بطفولتي تعرضت لتحرش داخل العيلة، إنه أنا في عندي مشكلة مع السدر. تخيلك البني آدم يعيش مع سر، قديش ما أصعبها يعني إنك تعيش أنت عايشة مع سر طول الحياة يعني. كنت أهرب، كنت هيك، كنت أخاف من كيف بتطلع علي، كنت أخاف من كيف بتعامل معي. كنت كل فرصة اللي أكون فيها في البيت لحالي وهو موجود أهرب منها، يعني إنه ألاقي طريقة اللي أطلع من البيت لما هو موجود لحاله. بس أنا سكتت كل الوقت لأنه ما بدي شيء يأثر على عيلتي، ما بدي شيء يأثر على أمي. إنه أنا بدي أفهم منك إشي، أنت معنية تقدمي ضده شكوى؟ أنت معنية إنه هو ياخذ جزاؤه؟ هذا اللي بدي أسمعه منك. إذا ببقى إسا أشرح لك إيش أنت رح تواجهي من هون عبين ما نوصل للمحكمة. أنا بخويها بالنسبة يلا بتعرف انه الاشي اللي صار اللي انت سويته غير كل اشي بمجرى حياتي، حطيتني بنقطة، وانت طبعا ولا صار عليك اشي ولا بحيات احمر. طبعا ما عارف انها غلطة، قلت لك زي ما بكيتني دم رح تبكي دم، قلت لك الله بينساش حدا. كنت أهد كتير شغلات، يعني كتير مرات كان يحكي لي إنه ممنوع حدا يعرف، أما إذا بعرف فبتطلق أبوي وأمي، وبصير يعني عدنك ماخذي كل حاملة كل مسؤولية عن كل الحمولة، يعني مش بس عن بيتك، مش بس عن نفسك. فسكتي يعني إنه مش قادر، واحد ولا عشرة، واحد ولا بعرف إيش.